السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم إن شاء الله اليوم عن شابتر 3. بهذا الشابتر راح نحكي إن شاء الله عن اللونج باولز، أصوات العلة الطويلة. تعريف اللونج باول are vowel sound that are longer than normal or short vowels. For long vowel sounds, we have two dots to indicate أو هيفنس مرات يسمونه. طيب أخوانا الأعزاء، عندنا فد شيء اسمه باللغة الإنجليزية يسمونه لونج فاول، اللي هو أصوات العلة الطويلة. الشغلة الحلوة باللونج فاول اللي هي الأصوات العلة الطويلة واللي هي بيها مد، إنه بيها نقطتين، وهاي النقطتين نعرف من خلالها إنهن طوال، وبالإضافة إلى إنهن سهلات يعني. اذا اول معلومه بخصوص اللونج فاول طويلات، بهن ذن النقطتين وهن خمس. هاي ثلاث معلومات اساسيه للونج فاول لازم نعرفهم. ممكن يجينا سؤال، ليش موجوده عندنا هذول التو دوتس؟ ليش عندي تو دوتس؟ ذولا التو دوتس يسمهم تو دوتس، العفو تو دوتس نقطتين، شنو السبب وجودهم؟ The link is used not because it is essential، ليس لأنها ضرورية. إذن ليش؟ because it helps learner to remember the length difference. إذن تحاول أن تخبرنا عن اختلاف الطول، تقول أن هذا طويل هذا قصير وإلى آخره وإلى آخره. إذن النقطتين ذني دلالة على أن هذا الصوت طويل، وهنا دائما يكونون طويلات. إحنا ذكرنا قبل اختلاف الصوت من صوت لآخر يحدد بثلاثة عوامل، اللي هو اللسان، شكل اللسان وارتفاع اللسان، موقع شكل الشفاه. هذا الحكي اللي اتخذناه. هذا هنا قايل لك the quality of the vowels، هو نفسه means the lip shape and position and tongue position، اللي هو اختلاف شكل الشفاه وموضع اللسان. يعني اللسان من يتحرك شكل الشفاه O I هو هذا دليل على أن اختلاف الصوت. بس من هي أصوات العلة الطويلة اللي هي ذكرنا خمسة؟ طبعا هاي رقم ثمانية يبدي، ليش؟ لأن احنا أخذنا أول شيء لونج اللي هنا سبعة شانل، هسه نبدي ثمانية تسعة عشر هداعش اثناعش، يصيرن كلهن 12 صوت لحد الآن. ميت إي، صوت الإي كما في كلمة ميت إيت كي. هذا الطلاب يقول أستاذ شلون هيجي أنت تلفظها كي، يمكنك تلفظها كي، غلط، مو لفظها كي، تلفظ كي. ميت eat feet، إذن أي صوت الإي راح يكون بهذا الشكل hard. إذن هذا الصوت الآخر شلون نقدر نميزه من خلال قراءة الكلمة hard hard start. الآر وين الآر؟ ما يلفظ، لأن هذه لهجة البي بي سي cat. وأعطيكم معلومة، أغششكم معلومة حلوة كلش، هذا الصوت دائما يجينا على شكل أي آر، مو قاعدة ولكن في غالبه، في الغالب اي ار، من نشوف اي ار بنص الكلمه هذه هي راح نقول عليها لونج فاول، صوت ال طويل اللي هو صوت ال ا، اطول صوت ا بالارتفاع. هارد ستارت كات. الصوت اللي بعده صوت ال ا كما في كلمه بول سبوت هورس. ا صوت ال ا بول سبوت هوس، صوت الـ أو. صوت اللي بعده هو صوت الـ كما في كلمة باد ود سا، إذن صوت الـ بي بي تقريبا شوية طول بي. طيب الصوت اللي بعده اللي هو يو أو تو يو أو، والشفاه تكون كلش صغيرة بي، عندنا نطق هذا الصوت الشفاه تكون جدا صغيرة. نجي هنا، طبعا هذا الموضوع هو مذكور بالكتاب بشكل يعني ليس مباشر، ولكن في الحقيقة يعني صراحة أحب أنه أوضح المادة وأحب أعطيها أمثلة وملاحظات إضافية شوية. المادة من يكون الشرح يعني جميل ومفصل، كان ما تكون المادة الأسئلة راح نحلها. فهنا من أقول tense vowel أو من أقول لاكس فاول، طبعا تنس فاول هي نفسها اللونج فاول، أصوات العلة الطويلة اللي بيها نقطتين ولبلبلب، هذا الحكي اللي شرحناه.
واللاكس فاول هي الأصوات اللي هي أصوات الشورت فاول اللي هي الأصوات العلة القصيرة. يعني بس لا أكثر ولا أقل، بس مجرد يعني من يقول لي لاكس فاول أو من يقول لي تنس فاول، ومرات بعدين راح يجيني بالامتحان يقول لي give example مثلا short front مثلا lacks مثلا lacks front close vowel مثلا على سبيل المثال. احنا من نشوف lacks نصفين، شنو lacks هنا بس short، يعني بدل lacks يجيك short بس لا اكثر ولا. نجي على هذا المخطط، ذكرنا هذا المخطط جدا مهم، it's too important, it's very important to study that because it will be in your exam ان شاء الله. طبعا الموضوع بسيط، ذكرت لكم نفس الحكي اللي شرحناه قبل، يجينا هذا الصوت يريدني صفاته، طالما هنا فهو فرونت، طالما هنا فهو كلوز، طالما هو بالمنطقه الصفراء فراح اقول عليه سبريد او اقول عليه انراوندد. نفس الحاله بقيه الاصوات، يجينا هذا الصوت طالما هنا فهو باك، طالما بالمنطقه الخضراء هو راوندد، وطالما هو في هذه الخط فيكون كلوز. أتانا إلى هذا وأتانا إلى هذا الصوت، فطالما هو على هذا الخط سيكون بلاك، طالما هو في المنطقة الحمراء سيكون طبيعي ناتشرال، وطالما هو في الأسفل فسيكون أوبن، وهذا المخطط كامل إلهن أيضا. طيب هسا نجي على الدفثونج. من أقول دفثونج يعني صوتين علة ندمجهم سوية، يعني هما صوتين أستاذ، هما بالأصل صوتين بس الآن مو صوتين، صوت واحد أصلهم صوتين ولكن الآن هما صوت واحد. Is a sound formed from glide، ركز على هالكلمة glide، from one sound من صوت واحد to another إلى صوت آخر. ركز يمي، إذا جاك سؤال قالك ال diphthong it is slides from two sounds English vowel. Yes, right. بينما إذا قال diphthong it is a glide from one vowel to the second and then to the third، راح يكون الجواب غلط، لأنه انزلاق من صوت وليس من انزلاق وصوت واحد، من واحد إلى اثنين. عددهم ثمانية، لا ننسى short vowel long vowel قلنا عددهم خمسة، أما ذول عددهم ثمانية. ذكرنا ملاحظة أخرى أو شرح تعريف آخر إذا تحب تذكره، sounds which consist of movement gliding from one vowel to the another and the term of the length diphthong are similar to the long vowel described above. يعني بالنسبة للطول فهم تقريبا متشابهين بالنسبة للطول، يعني هم اثنينات يعتبرن نوعا ما طويلات. لما نقول هذا صوت طويل، حال صوت مثلا تقريبا كطول نفس الطول ولكنهم يختلفون اكيد بالنطق وبالتكوين. نجي على الدفثونج، طبعا هاي هي الدفثونج تقسم الى سنترنج، راح ناخذ السنترنج اللي هي الاصوات الدفثونج المركزيه، والكلوزنج اللي هي المتقاربه من بعضها لبعض. طبعا الكلوزنج يعني المتقاربات من بعضهن لبعض، هذني ينقسمن ايضا الى اثنين، يكون اللي ينتهن بصوت اللي هو هذا صوت الكسرة واللي ينتهن بصوت الأو. طبعا احنا راح ناخذهن وراح ناخذ عليهن أمثلة بشكل كبير جدا. نجي على أول مجموعة هي السنترنج، نجي على السنترنج. الآن بدينا بالسنترنج، الصوت الأول هي إيا، هذا الصوت الإيا، إيا أيا، شوف هذا إيا. خلينا نكتبه بالعربي شوية حتى يكون أوضح. أنا يعني حاولت إنه أكتبه باللغة العربية وأعتقد هذا الأقرب راح يكون بهذا الشكل. اللي هي تكون الهمزة جوا إيا إيا. أما صوت الآخر هذا اللي هو أيا أيا. إذن إيا أيا. طبعا هذا مفروض الهمزه تصير جو الالف، بس ما اعرف بالكيبورد ما قاعد يظهر عندي هذا الصوت هذا الحرف. اذا هذا ايا هذا ايا، اما هذا فهو اوا تشو تشو، بس احنا ما نقول ايا مثلا بيا، يعني انا حاولت اقربها الى اللغه العربيه فصير ايا بيد بيد سوري بيد بيد ليس بيا ب، اما هذا فكا
إذا هذا يعني يعني أنا دائما أشبهها بالسلم الموسيقي، هذا الصوت بهذا الشكل هنا وكأنما جاي من جوا صاعد لي فوق. إيه. أما هذا وكأنما هو نازل من فوق. إيه. أما هذا فهو أوه، يعني واضح أوه، هو سهل هذا. وهذا الأمثلة عليه، وراح ناخذ أمثلة أيضا كثيرة أخرى. طيب هذا طبعا تعريف السنترنج اللي هم ينتهون بالشواء. أما نجي على الكلوزنج ديفثونج، هذا أيضا تابع للديفثونج. It is the diphthong sound that second vowel is closer than the first. إذا الثاني راح يكون أقرب، صوت الثاني اللي هو راح يكون أقرب بتقاربات، يعني مثل ما تشوف المخطط، هذا المخطط ينحفظ. تعريف الكاردينال فاول نعاد مرة أخرى، لازم نحفظه، مهم. تعريف السيمبل فاول اللي هو الأصوات العلة البسيطة، واللي هو معناها الأصوات العلة الطويلة والقصيرة. طيب شوف أمثلة على هذا الأصوات، مثل ما نشوف قدامنا هذا الصوت قلنا عليه إيا، شوف إيا، شوف هاي الأمثلة عليه. أيا هاي الأمثلة كلها عليه. و تشوا بشوا، شوف بشوا وإلى آخره. صوت الأي اكتب يمك بالعربي، أي pray fail وإلى آخره. موضوع الأصوات سهل يعني. I cry side I oil join toy. إذا هذا صوت ال I هذا الصوت ال O. ركز لي على هذا الصوت O. هذا أو، شوف من أقول O الفم ما مفتوح كثير، أما هنا بالأخير فيكون مفتوح كبير جدا. أو إيش قد ما تقدر افتح فمك، افتح فمك open your mouth as much as you can. أو أو house أو found أو أو. أما هذا أو 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 أو. طيب فطبعا يعني هذه الأمثلة يفضل نحفظهن يا أخوان، يفضل نحفظهن. لاحظ أن هذا الصوت دائما ألاحظه على شكل أو في وسط الكلمة، غالبا أو على شكل بوسط الكلمة أو أو ها عفوا أو. أما اللي فوقه فهو الأو أو 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 أو. أما بالنسبة للتريفثونكس، تريفثونكس تونا ذكرت عنها قبل شوية شيء. تريفثونك هو انزلاق from one vowel من صوت واحد to another إلى صوت آخر then to a third ثم إلى صوت ثالث. They are produced rapidly and without interruption. Sorry. بدون يعني. إذن انزلاق من صوت واحد ثم إلى صوت ثم إلى صوت ثالث، راح يكون عندي انزلاق، ينزلق انزلاق، هذا اللي يسمونه التريفثونج. أصوات التريفثونج هنا خمسة. طبعا شلون نحصل عليهن؟ هاي الأصوات الأي زائد نشواء. بلاي آي هاي. شوف هاي او او لو، شوف هاي مثلا لو اي زائد شوا تحط له شوا. لايا لايا، شوف هذا صوت الاو او لو لو لو. هذا صوت الاو باو باور 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 او O, I, I, A. والله عجب حلوكم إلى تضبطون، يعني شوية الموضوع هذا يحتاج تدريب يعني. وهاي أمثلة سهل لكم إخوان، هاي الأمثلة يعني جدا مرتبة، يعني إذا حفظت هاي الأمثلة شكو كلمة تجيك على الدفتونك تقدر تحلها، شكو كم كلمة تجيك على الدفتونك راح تكتبها، يعني أمورك طيبة بخصوص هاي الأمثلة كلها قدامك مرتبات تقعد تحفظ. تقعد تحفظهم يعني ما يحتاجن أي شيء. رسم صوتي هو نفسه راح يكون بسيط، ويعني أي سؤال أو استفسار فأنا حاضر. نجعدنا على تدريبات، عدنا بهذا التمرين نسوي رسم صوتي ونحدد كم صوت عدنا long vowel. يابا واحد اثنين ما عدنا له صوت نكتبهن. هو يريد نرسم رسم صوتي بس جايبها فرة شوية، مرات يجيبونها الأساتذة فرة إنه يريد من عندك تحدد long vowel أو قل لك كم فونيم عندي مثلا عادي، اللي هو كم صوت يعني عادة انت تكتب، او كم فاول عندك تكتب كم فاول، او كم كونسوننت عندك تكتب اصوات الصحيحة.
التمرين الثاني بهذا التمرين طبعا أريد من عندي أسوي رسم صوتي وأطلع الأصوات اللي موجودات بهاي الكلمات وأرسمهن على هذا المخطط. هذا المخطط قدامنا نحددهن ونوضحهن صوت صوت، خصوصا هذا المخطط مال الحدود لاني مال الدفون. هذا بس نحفظهن وننزلهن لا أكثر ولا أقل. هنا يريد من عند نكتب الدفونج، وين اكو اصوات الدفونج نطلعها، نطلع الدفونج نكتبه. يابا هذا صوت الدفونج، حاول نتدرب عليه ونحله، حاول نحله ايضا ونشوف اخطائنا شنو هي بعد الحل. هنا يريد وصف، منطين الوصف ويريد الصوت، نعطي الصوت ونعطي عليه مثال بعد افضل. مثلا يا صوت هو كلوز باك جراوند، نكتب له هذا الصوت ونعطي عليه مثال. عندنا أيضا أسئلة محلولة، mean slip shape position اللي هو the quality of the vowel is another formed from glide rapid movement from one sound to another. هذا diphthong لأن من صوت لآخر. is sound which remains constant and doesn't glide، من هو اللي يبقى ما بينزلق، هو pure vowel لأنها فقط long و short، فقط طويلة وقصيرة. set of reference هذا cardinal vowel. there are five ترفهم، ذكرنا الترفهم عددهم خمسة، الترفهم عددهم خمسة. أيضا عندنا هنا فراغات، وهاي الفراغات محلولة قدامنا، تحاول تقرأها وتطلع عليها. true false أيضا كذلك، put true and false حسب الحل. مثلا نشوف يقول لك short vowels and long vowels، الطويلة والقصيرة 12 صحيح، اللي هم يسمونهم simple vowel. طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة للشابتر الثالث، وهذا هو باركود الاختبار. نحاول ننزل برنامج مسح الباركود ونروح على الرابط ونمتحن نفسنا.